أهلا وسهلا من قرية عين عجلان في ينبع النخل. وهنا شريعة عين عجلان، هذه أحد العيون اللي عادت بعد انقطاع 40 عام. تساؤل: من حفر هذه العيون؟ حفرت بسواعد الرجال أو غير ذلك؟ من الأقوال المتواترة بالكتب أن سيدنا سليمان عليه السلام أمر الجن بحفر الأبار بالأرض، ويقال أن عيون ينبع النخل من ضمن هذه الأبار اللي حفرتها جن سيدنا سليمان عليه السلام. وما يدعم صحة قصة الجن وربطها بحفر الأبار والعيون هي فوهتها الذي لا يتجاوز قطر بعضها نصف متر، والإنسان ما يقدر ينزل داخلها ويوصل عملية الحفر، ناهيك عن قساوة الحجر وصلابته. وبالأساس الإنسان لو فكر يدخل مثل هذه الأشياء ويحفرها يحتاج إلى معدات حديثة ما كانت موجودة قبل مئات بل آلاف السنين، وهذا ما يدعم كلام الباحثين في مسألة حفر الجن للأبار والعيون. من التساؤلات أنه عن مصدر هذه العيون، أساس الماء اللي يصب من وين يصب؟ سؤال مبهم كثير مهم عارفين إجابته. ما مستمر من عودته من 3 سنوات، سبحان الله بعد عودة المياه بدت الحياة للأراضي وللقرية في عين عجلان. أحد المزارع أو كما تسمى بلاد عادت للحياة بعد عودة مياه العيون في عين عجلان بالتحديد. وهنا بيوت الناس اللي كانت عايشة في قرية عين عجلان، سبحان الله قوم سادوا ثم بادوا، ما بقيت إلا أثارهم وبيوتهم. شوفوا البيوت، هنا سوق الجبرية القديم. البيوت كانت مطلة على المزرعة وعلى العين. مكان مسموح زيارته للجميع، والشيخ عادل المساوى من أهالي القرية هنا بيرحب بالجميع، وناس طيبة والله يحييكم جميع من جميع الأماكن. هذه سناباتنا اليوم كانت عن قرية عين عجلان، إن شاء الله أنها كانت سنابات موفقة. نستودعكم الله في أمان الله.